اول ابدا بالاستاذ جمال ورابطه الانديه. الحقيقه عامله شغل كويس حتى هذه اللحظه، رابطه الانديه عامله شغل كويس. هناك بعض الامور اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن بشكل عام بدايه جيده، قرعه جيده، قرارات تم اتخاذها جيده لو تم تطبيقها، وبالتالي شكل جيد لبدايه الدوري العام. هو زي ما حضرتك قلت، حتى هذه اللحظه كل الشكل والاجراءات كلها ماشيه زي ما الناس بتتمنى، يعني شكل اجراء القرعه، وجود كوكبه من النجوم هم اللي بيشاركوا في الحكايه دي، موضوع قرار عوده الجمهور ده اعظم حاجه، ده اهم حاجه. بس احنا بنتمنى انه برضو الف والف قليلين، هو مع تدريجيا النهارده هي مع الوقت مع مرور الوقت، والجماهير اللي هتحضر هيبقى عليها دور مهم قوي قوي، ان هي هتشجع على زياده عدد الجماهير اللي هتحضر. مظبوط، بالسلوكيات وبالتصرفات بتاعتها. بالنسبه للقرعه، طبعا انا دايما مع انه مباراه الاهلي والزمالك تبقى في ميعادها، يعني مش موجهه. أوكي. فهي اتعملت بالفعل، هتكون تطلع اول مباراه تطلع اخر مباراه لما تطلع، هتكون الاسبوع الثالث او الجوله الثالثه. طبعا المواجهه الاولى للنادي الاهلي مواجهه انا شايف ان هي يعني مواجهه قويه جدا وصعبه، لكن اجمالا الدوري السنه دي شكله هيبقى مختلف والانديه اللي طالعه هتشعل المنافسه، وبالتالي من اول يوم يجب على النادي الاهلي ان هو كل مباراه مباريات كؤوس من البدايه كده، لان برضو اعلن حاجه فيها شيء من الخطوره شويه، ان ممكن لو الوقت زنق الدوري يتوقف عند الاسبوع 17، اللي هيبقى اعلى هو اللي هياخد الجداره اللي هي الجداره، انه هيتاخد. طبعا دي مساله محتاجه نوع من التركيز الشديد، لانك لا تضمن اي مفاجآت، ممكن فجاه كده يقول لك الدوري خلص، فيبقى الاول ازاي يعني ده ازاي يعني. ايوه هم قالوا كده، ايوه هم قالوا اعلنوا ده فعلا فندم اللي يقول تمام. بس هي عمليه طبعا صعبه يعني، لا هي صعبه جدا يعني. ده قانون يا ريس يعني ولا ايه؟ لا ده اعلنوا هذا الكلام، ولا دي لائحه يعني رسميه هتبقى في الدوري. قالوا ان هي لا يعني ضمن شروط المسابقه، ضمن شروط المسابقه اذا توقف الدوري ولم يفتح. لا 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 مش عجبني قرار الدوري مش هيكمل. ما هو قايل يا ريس في ترتيبته، قال لك كابتن عامر حسين قال ان الدوري فيه 200 يوم. لسه كنت هسالك السؤال ده، اذا انا عايز اكملها، عايز اكملها. هتهلنا 200 يوم هي موجوده يعني، بس ايه انا اشوفها لك 200 يوم يعني ده لائحه المسابقات يعني، شروط المسابقه، شروط المسابقه 200 يوم و4. عارف انت كان هما محتارين، تبقى 161 يوم. بص للدوري هو كان الخلاف على ايه؟ على شكل الدوري، هتلعب دوري بشكله التقليدي اللي هو ده، او اللي هو من دورين يعني، او تلعب دور من دور واحد والثمانيه اللي فوق يلعبوا، الثمانيه والكلام ده، او تلعب مجموعتين. دوري مجموعتين. فقالوا لا هتلعبوا الدوري بشكله العادي، بس اضافوا اعتقد شرط، ده حسب الكلام اللي اعلن وبرضه نتناقش فيها طبعا. لا أنا حصل اعلان، بس انا مش موافق على ده يعني، انا مش موافق عليه. ايه ليه؟ انت اعلنت شروط للمسابقه. هو دلوقتي راس مش رمى الكوره في ملعب الانديه وقال يا جماعه احنا حاولنا نعمل لكم حاجه انتوا رفضتوا. احنا ما سمعناش راي الانديه، كانوا موافقوا ولا ما وافقوش يعني. هو بيقول بيتكلم بلسان الانديه انه كان الطرح اللي احنا اتكلمنا فيه واللي انتوا حضرتك عليه دلوقتي وعلى فكره كان ده الافضل للكره المصريه في الفتره دي. ليه بقى؟ اللي هو ان دوري دور واحد، النموذج البلجيكي، ثمانية، النموذج البلجيكي هو ثمانية وستة باين تحت كده، وتخلص كده هتوفر ايه؟ تمام، هتوفر. ليه بقى حضرتك؟ هتوفر سبع اسابيع. ده لصالح مين؟ عندك هدف رقم واحد، هدف اسمى من كل الهيصة، الوصول لكاس العالم، بطولة أمم أفريقيا، البحث عن عودة سمعة المنتخب المصري. هو حضرتك سمعت إن أنت سمعت زي ما أنا سمعت، أو حضراتكم سمعتوا زي ما أنا سمعت برضو، إن كارلوس كيروش دي تسريبات غير رسمية يعني.
ان كارلوس كيروش يطلب في نوفمبر اسبوعين معسكر هيعمل معسكر وده ما كانش محطوط في الخطه خلي بال حضرتك لا ده طلب جديد هيبطل مباراه الاستعداد انجولا وجابون يا فندم انا عارف ماتشين الانجولا والجابون طلب معسكر طلب معسكر مباراه اعداد مباراه وديه يعني النهارده معسكر بعد الجوله الثالثه في معسكر يعني فين هو امتى الجوله الثالثه دي هتخلص يوم كام لا الايام دي بتاع ربنا بقى لسه ما لسه الجدول لم يعلن عشان كده ما دي يعني اشكاليه عندك مباراتين بتوع انجولا والجابون في 11 انت هتلعب امتى معسكر المنتخب وتلعب مباراه وديه وعندك دوري ابطال افريقيا بدا والكونفدراليه بدات لا اعتقد مباراه وديه في مع بدايه الدوري مش منطقيه يعني امتى ضيق شايف الكلام ده الجدل ده كله مش يؤكد ان انا بقول لحضرتك انه حتى هذه اللحظه يعني انت ما غلطتش انت قلت الجملة في مكانها حتى هذه اللحظة كل الترتيبات جيدة جدا ماشية جيدة الشكل جدا الشكل العام حلو ماشي انا معلش